تحقيقات الأولية المجرات انتهت إلى وجود أعباء تعزز وجود إهمال وعدم مراعاة لوائح والتنظيمات والإجراءات اللازمة لتنظيم مثل هذه النشاطات، بالإضافة إلى عدم اتخاذ الإجراءات الحماية والأمن اللازمين للحفاظ على السلامة الجسدية لهؤلاء الأطفال، سواء من طرف منظمي الرحلتين أو الأعوان المكلفين بأمن المنتزه. وقد تم في هذا الإطار الاشتباه في طور 13 شخص تم وضع منهم 8 تحت الوقف للنظر. بعد استكمال إجراءات التحقيق الابتدائي تم تقديم المشتبه فيهم أمام نيابة الجمهورية بمحكمة حسين داي، وبعد استجوابهم تم إحالة القضية أمام السيد قاضي التحقيق بموجب طلب افتتاحي بعد متابعة 13 متهم بتهم التسبب في القتل الخطأ عن طريق الإهمال وعدم الاحتياط وعدم الانتباه، ترك طفل غير قادر على حماية نفسه وتعريضه للخطر في مكان غير خالي من الناس المؤدي إلى الوفاة مع كون الفاعل ممن يتولى رعايته، ترك طفل غير قادر على حماية نفسه وتعريضه للخطر في مكان غير خالي من الناس المؤدي إلى عجز كلي لمدة تجاوز 20 يوم مع كون الفاعل ممن يتولى رعايته، تعريض حياة الغير أو سلامته الجسدية مباشرة للخطر بالانتهاك المتعمد والبين لواجب من واجبات الاحتياط أو السلامة التي يفرضها القانون أو التنظيم، وذلك طبقا لنص المواد 316 فقرة 2 و3، المادة 317 فقرة 3 و5، المادة 288 والمادة 290 مكرر من قانون العقوبات، مع التماس إصدار أمر بإيداع المتهمين رهن الحبس المؤقت. السيد قاضي التحقيق بعد سماع المتهمين أصدر أمر بإيداع 6 متهمين رهن الحبس المؤقت، وتعلق الأمر بالمتهمين ب عين ب ألف ط ميم سين ها ب سين ح ح، فيما أصدر أوامر بوضع باقي المتهمين تحت نظام الرقابة القضائية. التحقيق القضائي بخصوص القضية سيظل متواصلا، وسوف يتم إطلاع الرأي العام بالنتائج فور انتهائه، وشكراً.